هذا الاجتماع أنا دعيت إليه باعتبار أحد مؤسسي هذا الحزب نداء تونس، وجاءوا عدد من المؤسسين الحزب، جاءوا وزراء نداء تونس جميعا وعلى رأسهم السيد رئيس الحكومة يوسف الشاهد. والتداول هو كيف يتم بناء الحزب من جديد، بناء على أنه هذه الحكومة رئيسها من نداء تونس، فيها كم من الوزراء من نداء تونس، كيف يتم تجاوز الصعاب والمشاكل وما حدث في نداء تونس نحو استقرار أكبر، نحو حزب فيه دينامية أكبر، حزب قادر على أنه وعوده وعهوده ما تكونش تنكست. أنا أعتقد أن تونس بلادنا حبلى بالتنافق، والتوافق هو في حالة ما يكونش ثم خلافات. تحكيم التصويت هو القاعدة، هو الديمقراطية.